يقول في شق آخر هو السؤال الرابع: إذا حلف أنه سيفعل أيضا كذا وكذا ونسي أن يفعل هذا الشيء، فماذا عليه؟ يكون عليه كفارة إذا كان فعله محددا بوقت ومضى الوقت ولم يفعله، فإنه يكون عليه كفارة اليمين. وإن كان فعله غير محدد بوقت فإنه يفعله متى ذكر ولا شيء عليه. نعم.